لساتك هون؟ يلا خلصت. ايه هلا بيسكر السوق وبتقلي ما لقيت شي؟ اطمني، ما رح ارجع لجيب لك كل الاغراض اللي وصيتيني عليهم. المهم ما تتعوق، بدي لحق اطبخ وجهز الفطور قبل اذان المغرب. اكدتي على ابنك يجي يفطر معنا؟ ايه حكيت معه وقال بيخلص شغله بيروح يجيب مرته واولاده وبيجي لعنا. وبنتك وصغر هيك؟ جايه بعد شوي، بس جوزها قال بيخلص شغله وبيلحقها. معناتك من النصاب. المهم تجيب لي الاغراض يلي وصيتك عليهم، ما بدي انعجق باخر لحظه بيصير فيني مثل المره الماضيه، والله مو حلوه يا دام كنتك وصهره. خلص فهمت، وين طاقيه؟ سيف الورقه معك ولا نسيتها مثل العاده؟ مو محرزين، كلهم كم غرض حفظتهم. وبركي نسي؟ ما رح انسى. طيب خليها معك يا اخي، شو خسران؟ يا بنت الحلال، كليين بيتنجان غرض المنزلة، كليين كوسة غرض شيخ المحشي، كليين لحمة مفرومة خشنة، كليين بندورة للسلطة، وكيلو خيار، سطل لبن كبير، وعلبة سمنة، و وقية صنوبر. شفت شلون نسيت؟ ما نسيت، كنت عم كمل بس انت قاطعتيني. والله لسه ما خرفت. طيب تيسر لنشوف. لازمك شي تاني؟ لا، انت جيب لي الاغراض اللي وصيتك عليهم، بتكون مفضل على راس اجدادي. يلا بخاطري. الله معك. رح ينسى مثل العادة. تفضلي يا اختي. سلم ايديك. مع السلامة. الله يسلمك. ايه استاذ عماد، خشنة ولا ناعمة؟ خشنة. لما قال لك يمكن ناعمة. استاذ عماد، هي التليفون قدامك، اتصل بالمدام واسألها، لا تتلبى. لا لا لا، ما بدي ارجع الا بتكون نايمة. انت قل لي شو ناوي تطبخ اليوم وانا بقول لك شو اللحمة. يعني المفروض منزلت باذنجان وشيخ المحشي. ها خشنة، كم كيلو بدك؟ كلين. على راسي، عمل لك لفة بالسوق وبترجع بتلاقيهم جاهزين. ايه شو طلع حسابها؟ بعدين بحاسبك لترجع. ماشي، مع السلامة. لما قال لك والله خايف أخي، من باب الاحتياط كيلو خشنة وكيلو نعمة. لك اتكل على الله أستاذ عماد، على مسؤوليتي. يلا قول الله. يا الله. يسلموا هالدياخ، الله يعطيك العافيه. تفضل. ابو ايمان. ايمان حبيب قلبي. لك يا ميت اهلين. لك اهلين، شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ يا الدنيا، بتصدق من يومين ثلاثه عم بقول لحالي ما في بالعاده ابو ايمن ما يتصل ويعايدني برمضان. شكرا لربك، كنت مكركب هالمنتهي هي. خير خير ان شاء الله. هو بدنا نحكي، امشي لعندي على المكتب وبنحكي. شرف شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. مرت عمي بفتكر كأنه صاروا منيح؟ لا يي، الله يرضى عليكي، اصحكا بيلزقوا بعدين، حركيهم منيح وبنفس الاتجاه، وبس يغلوا ويبقبقوا بيمشي الحال. بس كأنه بعضهم رخوين شوي. لا حبيبتي، بس يختاروا اللبنات بيسمكوا لحالهم. اختي الحكي ما بيخلص، امك وابوكي ما عادوا صغار، بدهم مداراهم سايرة. مزبوط، بس امك عصبيتها زايدة وكل الوقت عم تتخانق مع ابوك. لا تزوديها انت التانية، كل عمرهم هيك، عادتهم ولا بدي يشتروها. شو امي؟ لسه ما شفشلتي؟ يلا كم كوساية؟ ولك يبعت لك الهنا.
هلا ما لقيتي غير تشتغلي هون فوق مفرش الاغباني؟ لك طولي بالك امي، ما فيها شيء، عم تشتغل فوق الصحن والصينية. لا ما بيصير، هذا المفرش تقيل وما بيلقى هرهرة وفشاشة زيت. بعدين انت شو قاعد عم تعمل هون؟ يلا على المطبخ عامل مرتك. يلا على راسي. ماما وينه بابا؟ كثير تأخر. رح ادق له على الموبايل دقيقة. ايه ما تعذب حالك لأنه نسيان موبايل هون. أنا بس بدي أفهم أنت ليش ما بتذكريه ياخده معه؟ هو ما بيحمله. لا سيدي بينساه دايما بالاسم معه موبايل. بس تجي شوي. يلا يلا. على إذنك أمي رح أشوف يسر شو بدها. يلا. إيه أمي، وأنت شو صار مع جوزك؟ حكيته قال ما بيتأخر لك وعلى الطريق. إيه ورجيني هالكوساية لشوف. لا احفريها كمان شوي. لك الكوساية ما بتتاكل إذا كانت سميكة، هي أبلمة هي. ولي شفتي؟ صارت الساعة 4 وأبوك لسه لهلأ ما شرف. صارت 4؟ بيكون طلع مسلسل شبابيك؟ يا سيدي مالك علي يمين؟ من هذاك اليوم لهاليوم مالي عين تشوفه ولا أحكي معه. لا أنا الحمد لله صهري آدمي وما شفنا منه إلا كل خير، وكنتي كمان على سلامتها والله. بدك تقول كان عندي ولدين وصاروا 4. نعمة نعمة من الله. هلا نحن شو بدنا؟ بدنا لما نكبر نشوف أولادنا حوالينا. هلا أنا إذا أجيت إلي أمهم عندي إياها بالدنيا. نعم؟ شو؟ عم تراهق على كبر؟ هلا عن جد أحسبها. كل ولد من أولادك بديري، واللي بقيان هون راكد ورا الدنيا وما عم بلحق. حلفتك بالله ايمت عم يصح لك تشوفهم؟ مالها غير ام ايمن، وشك بوشها طول النهار، تتصبح فيها وبتتمسى فيها، ومالها غيرها يجيب لك شربة المي. يعني بالمختصر بعد عمر طويل راح تموت وراسك على كتفها. قولي راح موت وهلا وعلى ايديها كمان. شبك الخطف لونا؟ لك يا رجل مصيتني على اغراض وما اخذت لها ولا هلا. ليش قد ايش الساعة؟ 4:30 يا دوبك رح يأدي المغرب. الساعة 4:30؟ ما عاد نلحق. شو وين كاين؟ اهلين عمي. كنت مالي قلت اتمشى شوي. تفضل تفضل عمو. من بعدك تفضل ولو. بكي مرحبا مرت عمي. اهلين سوري تفضل تفضل. شو وين ملاك؟ جوا عم تستناك. ملاك تعيخذي من ايدي. اجا باسم؟ اجا قبل بساعتين وجاب مرته وولاده واخته وهي صهره كوسه وانت حضرتك لشرفت. هلا صار معي قصه بعدين بحكي لك. وين الاغراض اللي وصيتك عليهم؟ ما صح اللي جيب شيء. ها ايه لكن فوت احكي هالحكي جوا، ولا انا اللي بدك تطالعني بسواد الوش؟ هلا حللنا يا شو بدنا نعمل. عنا لبنه وزيتون وجبنه والحمد لله صهرك جايب معه شويه حلو ناكله بعد الحوادث. أهلين جدو. أهلين بابا. أهلين حمي. وين تأخرت من شغل بابا؟ والله يا بابا ولا شيء. أهلين أهلين. يلا أغسل إيديك. يا مورتي أنت الله يرضى على ابني، جاب لي كل الأغراض اللي وصيته عليهم. يقبر قلبي ما نسي ولا غرق. شو قصدي؟ يعني أنا اللي طلعت مقصر؟ ما حكيت شيء. عم اقول لك اللي صار. لا قولي يا محلي. خلاص انا ما عاد ينفع لي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. موعد اذان المغرب. شو هو جايبين على السوق؟
ظاهر قصص مو منيح لا لك ولا للماما. بيعمل احتباس سوائل وبيرفع الضغط. مش راح يبكي لوريني على الكبار. تفضل. اعطيني بابا صحنك اسكت لك. الله يرضى عليك يحاشي. ما حلو بتشبع ابوك ولو؟ اتركوه على راحته. ما حلو يجوع. لانه قبل ما يروح كسر السفرة. اجباري بدي اكل بعد ابرة الانسولين. بعدين قدامك الدكتور منعني عن الصيام. بابا شو بك؟ ماما ما حكت شيء؟ لا حكت، وانا بعرف شو قصدها. شو حكيت انا بقى؟ استغفر الله العظيم، عم بشرح لهم ليش شبعت بسرعه؟ لانه مو حلوه تقوم من على الطاوله وضيوفك لساتهم عم ياكلوا، هذا كل قصدي. هذا قصدك؟ كلمه حق يراد بها باطل. استغفر الله على هالنار، استغفر الله. شايفين ابوكم؟ شايفه ابوكي؟ طولي بالك مرت عمي، والله ما في احلى منكم انتوا الاثنين وانتوا رايقين. عن جد انا دائما بحكي عنكم قدام رفقاتي، بقول لهم عندي عم ومرت عم بجننوا، اخذوا بعضهم عن حب، مغرومين كانهم روميو وجولييت. بس روميو وجولييت ما ختيروا. شو صار لك امي؟ هلا وصلتي لروميو وجولييت؟ وليش مستغربين؟ بعدين مو حلوة من مرتك تشبهنا لاثنين مراهقين بيطلعوا من جيل أحفادنا؟ لا ما مرت عمي لا، أنا ما قصدي هيك، أنا كان قصدي بس إن... حبيبتي الاثنين اللي عم تحكي عنهم قصتهم كلها على بعضها ما دامت أكثر من يوم وليلة، وإذا ما لكم مصدقين اقروا مسرحية روميو وجولييت أو اطلعوا بالصحون يلي عم تاكلوا فيها. شو ما كان امك ما إلها حق تكسر بخاطر بيك قدامنا. ولك يا دخيلك ما حدا غريب. هلا هيدا اللي طلع معك؟ لك شو فيها؟ وحده عم تتخانق مع جوزها قدام اولادها واحفادها، شو صار يعني؟ ما هون المشكله، ما كان في سبب لتتخانق معه. لك هي عم تشتغل فيه، عم تشتغل فيه لانه نسي الاغراض اللي وصلت عليهم، هي كل القصه. بتقوم بتعايره بكبرته وبتنسف كل سنين الحب يلي عشوهم سوا؟ اوهو علينا، هلا لا تكبري القصه. قال واحد مطول دقنه والتاني تعبان فيها. اصلا لو ما انت صافف مع امك ما كان قلبك بارد هالقد. يعني شو بدك يعني اعمل؟ اتصل بامي وخانقها لانه ما عم بتراعي مشاعر روميو بعد 40 سنه؟ عم تتمسخر؟ لا والله عم بحكي جد. وطي صوتك هلا بفيقوا الاولاد. ليش ابوكي بشو غلط؟ ما قلت غلط، بس يعني هو قابضها كل الوقت، لازم يتقبل الامر الواقع. الامر الواقع؟ ما كلياتنا رح نكبر ونصير بعمره. وانت قلتها كلياتنا رح نكبر، يعني معقول بدنا نقضي حياتنا كلياتها مضطرين نتغزل ببعض ونكتب قصائد حب وغرام؟ والله اللي بيسمعك بيقول بعد خطابة لما تجوزتك نسيتي كيف حفينا على بعض لحتى قدرنا نتجوز؟ لا ما نسيت، وما نسيت لما قلعك بابا روميو زمانه وهو بيعرف انه انا وياك منحب بعض وطالع لي روحي لحتى قبل بالاخير يزوجنا. لا مو صح، ابوكي كان موافق بس كان عم يستناكي لحتى تتخرجي. وعلى شو امك بلا كانت تقعد تقرا لنا كل قصايد نزار قباني وحافظه كل دواوينه؟ كل العالم حافظاني قصائد نزار قباني. بس امك كانت تدق على العود وتغني اغاني فايزة احمد وعبد الحليم، وهول كلهم كتبوا نزار قباني. طيب هذا مو دليل على انه قلبها حي ومآمن بالحب؟ هيدا دليل على انه الانسان بيتغير وما له امان. ما فهمت، شو قصدي؟ قصدي يمكن ما في شيء اسمه حب ونحن عايشين بوهم. وعلاقتنا شو بتسميها؟ سميها شو ما بدك، يبدو الحب كذبة كبيرة يصدقها واحد من الطرفين، تماما مثل شجرة خضراء الوراق بتضل خضراء بعدين بتصفر وبتيبس وبتقع على الأرض، والشجرة بتضل عريانة قدام عيون الناس كلها. ايه اختي، وهي الطحينات صاروا جاهزين، مريني حطيت لي معهم فرخه؟ لكان مخلوط بقلبه غيره.
كيلو جوز وكيلو فستو و2 كيلو عجوه شقره. ما زهر ما زهر لك لسه ما خلصت وقرينه ما زهر وكيلو سكر مطحون على عيني. شو بيسوى كيلو السمن العربي؟ العربي العربي الاصلي؟ اي نعم 6000 اخي. لك شو بدنا؟ شو بدنا فيهم؟ شو في هذا الزيت ما تصرفوا؟ ما بدنا رز. لك شو انت ثاني؟ عليك فشخلك شوي قربنا نوصل. وين اخذتيني؟ تكسروا رجلي. بدي اشتري لك قميص وجرافي مو حلوه تعيد بنفس الثياب من كثر ضيوفنا ومشاويرنا يعني. ولو كان هيك العاده. انا موافق بس بشرط. شو هو؟ بعد ما نشتري القميص والجرافي بنشتري بلوزه وخراطه اليك. شو رايك؟ فوت هلا خلصني. فوت. ما نسيتي شيء؟ لا، كياس البزورية معك والملبوسات معي. وعديتك. تفضلي تفضلي. شرفي. حكيت مع ملاك وباسي مشان يجوا لعنا عشية ويساعدوني بهالمعمولات. ما كان في داعي. قال ست جاريتين على قلبك. كنا انا وانت تكاتلنا عليهم وخلصناهم. لا دخيلك مشان ما يصير فينا مثل المره الماضيه لما شردت وما بعرف وين شردت وحرقت لي صينيتين. صينيه واحده، الثانيه التدعت لدى. تتذكر يا عمان اول ما تجوزنا وسكننا عند اهلك شلون امك بهدلتني لانه اللبن شاط معي؟ ايه يوميتها كنا عازمين خالنا لعنا وفار قلبها. الله يرحمها ويرحمنا اجمعين. امين. والله مالي مصدقه. هلا 40 سنه صرنا متجوزين. اي والله كانه عرسنا صار له شهر. هذا لانك زهراويه وعيشتك هنيه. لا والله. انت الهني وما في اطيب من قلبك. اي والله والله لو بلف في الدنيا كلها ما بلاقي رجال مثلك. يعني فكرتي بالموضوع؟ أنو موضوع؟ إنك تلفي وتدوري. لك لا أنت الثاني يبعث لك. لك هاي كلمة بتنقال. كلامك ما بمر هيك مرور الكرام. كل حرب تقولي بينحفر هون بالقلب. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك يا حق. ولا منك. لك خلص شو صار لك؟ شو الحبايب كلهم عنا. اهلا وسهلا. ملاك يسرى شو بكم؟ باسم شو في؟ لك رامل شو في؟ لك شو صار؟ ايه هذا اسمه تخبيص. رامز جوزك وبحبك مثل ما بتحبيه ويمكن اكثر. نسيتي كيف ضل ينط وما يحط لحتى تجوزك؟ هيك بهالبساطه بتنكري كل شيء وبترميه ورا ظهرك مشان كم كلمه؟ مو انا بابا، مو انا. رامز هو اللي انكشف على حقيقته. لا يا حقيقة شو بالله؟ رامز استغرب من الموقف اللي صار قدامه. بابا رامز جوزي وانا بعرفه منيح. رامز رجال مثلي وانا بفهمه اكثر منك. شلون يعني؟ يعني الرجال اجمالا ما بيعرفوا يعبروا عن عواطفهم مثل النسوان. وطبيعي مرتك تنقز منك اذا شافت انه في شيء متغير تجاه امي. انت بتعرفي انا قديش بحبها ليسرى ومستحيل تتغير مشاعري تجاهها لا هلا ولا بعدين. طيب ليش ما قلت لها هالحكي الا
ليش ضليت ساكت لهلا وتركتها تستنتج لحالها؟ لأنها بتعرفه وما في داعي يحكي. يا أمي يا حبيبي، المرأة بتحب تسمع الكلمة الحلوة، وقد ما كانت قد ما كانت عرفانة إنه هي بقلبك بتحب تسمعها من تمها. والله لو كنا رايقين وعم نتساير ممكن الواحد تطلع منه كلمة حلوة، بس مو بالأخذ والعطاء والأنقر والنقير. بالعكس، كل شيء عم تعمل مرت عمك لأنها بتحبني. بتصدقي إنه مرات بتضل تحر فيني لحتى تستفزني ونتخانق بس كرمال نرجع نتصالح بعد الخناق؟ والله عشو لكن كانت عم تتمسخر علي وقتها قلت إنه أنتم مثل روميو وجولييت؟ لك هي ما عم تتمسخر، أنت تحسست شوي لأنك ما فهمتي عليها. ما فهمت عليها، وباسم كمان فهم، ورغم هيك دافع عنا كمان. لا أنت ولا جوزك فهماني شيء. مرت عمك ما تمسخرت، كل قصدها كان إنه لو روميو وجولييت خطيروا كانوا صاروا عماد ورهف. يعني هي بتحترم الحب اللي كان بين روميو وجولييت. الله يجيبك يا طولة البال، لكان ليش محتفظة بالصحون اللي مرسومين عليها وكل هالسنين عم بتطعمينا فيهم؟ هالقد بتحبها؟ بحبها وبس. لك أنا إذا بصير لي شيء ما بكمل دقيقة لألحق. مرت عمك مو حبيبتي وبس، مرت عمك شريكة حياة ما بتخلص إلا مع بعض بحضن بعض. 40 سنة مع بعض، مننام سوا، منفيق سوا، منحكي سوا، منروح ومنرجع سوا، منتخانق ومنتزعل ومنتصالح سوا، عالأكل، عالشرب، عالمرض، عالفرح، وحتى عالزعل. حلمنا سوا وحققنا أحلامنا سوا. إذا لا سمح الله بتتركني وبتروح، مع مين بدي اشرب قهوة الصبح؟ بعيد الشر، الله لا يقدر. وعماد قد ما كبر قد ما كبر لساتني بشوفه هداك الشاب يلي لبسني المحبس بإيدي وعيونه عم تدمع من الفرح. بس اللي صار مبارح بيقول غير هيك. مرتك بتعرف قديش أنا وأبوها منحب بعضنا. أصلاً نحن يلي علمناها كيف تحكم قلبها وتحس بكل شي حواليها قبل ما تشوف بعيونها. من لما إجت عالدنيا وهي عايشة بين 2 عشاق مو بس متجوزين. مرت عمي، أنا بارح أول مرة بشوف ملاك بهي الصورة وبسمع منها هالحكي. يعني أنا ماني مضطر بكبرتي أنحط بالموقف اللي انحط فيه عمي مبارح، ومرتي تحكي معي بنفس الطريقة اللي حكيتي فيها مع عمي قدام ولادي. شوف يا ابني، صحيح الحب هو الأساس بس مو هو كل شيء. ياما في علاقات انبنت على الحب بس ما كملت، لأنه ببساطة شديدة الزوجين بيلزمون شيء أكتر من الحب، هو الانسجام، التفاهم، الإلفة، وبالنهاية العشرة، واللي هي أهم من كل شيء لحتى الاثنين يقدروا يكملوا بقية عمرهم ويموتوا تحت سقف واحد. وأنا وعمك متجوزين كل هدول ووصلانين للنهاية للعشرة، ولو كان هذا الشيء مو مبني على الحب ما كنا وصلنا له. هلا صحيح نحنا بنهدي بعضنا بالسنة وردة واحدة، بس حياتنا كل يوم كل يوم فيها ورد، وريحة بيتنا فل وياسمين. صحيح وكل لحظة والتانية منقول حبيبي حبيبتي، بس بالواقع هو حبيبي وأنا حبيبته.
ومنعرف هذا الشيء منيح كثير. طب انا وبنتك بعدنا باول عمرنا، بتعرفي امتى اخر مره قالت لي فيها حبيبي؟ مو مهم، ابدا مو مهم. انا لما ولدت واجيت على هالدنيا كان اسمي بنت حامد. كبرت، تجوزت، صار اسمي مرت عماد. خلفت وجبت ولد، صار اسمي ام باسم. عمك هو الوحيد اللي بنادي لي رهف، يعني لولا والله يمكن يكون نسيت اسمي. ما بعرف شو بدي اقول لك بعد كل هذا الكلام. الله يخلي لنا اياكم ويديمكم فوق راسنا. لك كان يلا يلا قوم صالح مرتك، مو حلوه تكسر بخاطرها بليله العيد. عايدك ببرتية غير شكل؟ يظهر انك مو حابب تنام اليوم. شرف. يلا. عمو انت ليه ما علمت طاولة لمرت عمي؟ لا. بس علمت تدق على العود. عن جد مرت عمي؟ اي والله. الله يرحمك يا ابي. كان يتركني انا وعماد بارض ديار ويروح وانا وياه نغني فكروني والشمس الاصيل هيك للصبح. الله يرحم هذيك الايام. هلا صحيح ما خبرتونا، انتو كيف تعرفتوا على بعض؟ يا سيدي هذا من غير اليوم، كنت راجع من شغلي هلكا وفرد مرة فت على التخت نمت من دون هز، بفيق الصبح بلاقي مرت عمك نايمة جنبي. عن جد مرت عمي؟ شوفي الثانية، بالله شو؟ صدقتوا هالحكي؟ هلا رح تحكوا انتو ولا بحكي انا؟ من تمك احلى. كان عماد عم يدرس جديد بالجامعة، معيد يعني، وكنت أنا بالسنة الثالثة، بس كنت معجبة فيه كتير بأناقته ولبسه وحكيه وطريقة كلامه. بس لما صار ينادوا له أبو باسم قطعت الأمل، قلت لا أكيد متجوز. أبو باسم؟ ليش عمي كان مجوز وقتها؟ لك أنا هيك فكرته يا بنتي، أنا هيك فكرته. أتاري من هو صغير بينادوا له أبو باسم، بس أنا كنت فكرته متجوز. وكل ما اشوفه فور واغلي واهمات من غيرتي. ليش كنت كثير تشوفيه مرت عمي؟ ايه
من حسن حظي كان ساكن بنفس منطقة بيت أهلي، وكنا بعد ما نترك الجامعة نركب الترامواي، بس هو طول الوقت حاطط عيونه بكتابه وعم يقرأ، وأنا طول الوقت عم بحلق فيه. عمو أنت ما كنت شايفها يعني؟ لك طلابي كتار يا عمو، شو بدي أتذكر لا أتذكر. المهم بلا طول سيرة عليكم، إجت رفيقتي بعد ما أنا تخرجت وقالت لي إنه رفيق أخوها حابب يشوفني لأنه بده يخطبني. حابب أتعرف بالأول بعدين نخطب. تتعرف؟ بالله شو؟ أول ما أجل عندي على الوظيفة سحبني من إيدي وأخذني لعند الصايغ ونقينا المحابس. إف هيك دغري؟ إيه الله وكيلك، ما في ساعة إلا كنا لابسين الخواتم. شو هذا يا عم؟ لك هيك على السريع. شرف عمي شرف. الله يخليكم لبعض ويطول بعمركم يا رب. الله يسلمك يا رب. تفضل. ما تعملي. يلا تصبحوا على خير. وانتم من اهله. لا تنسوا بكره الغداء عنا ها؟ والله رح نمرق على بيت حماي بنعايده وبالاول وبدري لعندكم. امانه سلمي لي عليهم امانه. وهن ناطرين تشريفكم. ان شاء الله بنتشرف. خلي لي اياكي. امسكي بابا. بابا امسكي خلي لنا اياه. واصل ان شاء الله بينعاد عليك الصحه والسلامه. خلي لنا اياك يا رب. بابا الله يوفقك. لحتى يصير عمرك 100 سنه رح تضل تاخذ عيديتك مني. الله يرزقك الله يخليك لنا. بلا صباح الخير. وانتم من اهل. صباح الخير. ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. شو على مهلكم ما بتوصلوا ردوا لي. شو ما نستي؟ بلا بس عم فكر بالأول فوت اتحمم، يعني حمام برد. ليش لي أنا بكرة الصبح ولا بتاخذي برد؟ معك حق، هو في قرصة برد. لكن خلينا فوت نتكمكر تحت العافية، تعبنا اليوم. هلا بلحقك، بدي طفي الضو وسكر كل الشبابيك. Yeah.